لا 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 انت عامله الهوم ورك النهارده 10 على 10، شغل عالي قوي. انت عارفه لو حليت المساله اللي جايه زي دي بالظبط ولو قلنا شوك هتاخدي واحده بيك تشيبس شطه وليمون. مش عايزه واحده؟ اللي معوز بيك تشيبس هياخد بيك تشيبس براحتك. ايه ده؟ يا مدام نجوى، يا نجوى هانم، مفيش حد في البيت ده ولا ايه؟ ايه في ايه؟ ايه ده؟ يا ساتر انت عامل دوشه ليه؟ لا بصوا بقى يا جماعه، انا عارف ان حضرتك بتحب البيك شيبس. ادي البيك شيبس وانا هجيب لنفسي كيس تاني. بيك شيبس الحجم كبير، البطاطس كتير، الطعم خطير. بيك شيبس مش هتكبر عليك.